الفاصوليا الحمراء، وحطينا الفلفل، وحطينا زيتون اخضر وزيتون اسود، هاي بنرش الليمون، وحطينا كمان الليمون بقطع. هاي نخلط الخلطة مع الدراي مع زيت الزيتون البلدي مع الفلفل الحار الحار الحار. والله رشيت لي شوية شوفان هيك تجربة، نشوف شو بده يصير معنا اليوم مع الشيف أبو معاذ السلوادي. يعني طلعت منظرها شوي حلوة وتتاكل من المعلقة، احنا بناكلها بالمعلقة، زاكي جدا ورجيم وبيعبي البطن لآخر النهار، يعني بتظلك شبعان ما بتفكر انك ايش الجوع. ويعطيكم العافية وصحتين وعافية. المقادير 3 حبات ليمون عصرناها وشلنا اللي جواها، 3 قرون فلفل، 4 قرون فلفل حار عصرناهم، مع علبة بازيلا كبيرة الأمريكي وفاصوليا الأمريكية، وعلبتين طن صنبل، هي مش صنبل، سنسي حقها دينار، وهيك وصحتين وعافية. كلفنا شيء 2.5 3 ما حرزانة. يلا صحة وعافية.